عبد العزيز، برأيك الشخصي بعد نهاية هذه المواجهة وتتويج باريس سان جيرمان بلقب البطولة، الكل كان يعتقد قبل بداية الدوري بأنه باريس سان جيرمان هو من سيحقق اللقب قياسا لما يملكه من إمكانيات ولاعبين وحضور أيضا، ولكن من يتابع مجموعة من المباريات الخاصة لباريس سان جيرمان أمام فرق الدوري الفرنسي يشعر تماما بأنه المنافسة ليست سهلة. هذا هو المنطقي وهذا هو المعقول، بأن يحقق باريس سان جيرمان ويكتسح البطولات المحلية، لأن جودة اللاعبين الموجودة هناك أعلى من جودة لاعبين أي فريق آخر. يعني لو نقارن الانتقالات على سبيل المثال، نقارن لونس صاحب المركز الثاني صرف ما يقارب 38 مليون وحقق المركز الثاني. باريس سان جيرمان يمتلك لاعبين بجودة أعلى من لونس بكثير، قادر على أن يحقق الدوري قبل 4 و5 جولات، قادر على أن يحقق الكأس. لكن ما شاهدناه بأن فريق دون هوية فنية واضحة، الفريق يعاني كثيرا. هذه تقريبا المرة الأولى التي يخسر فيها باريس سان جيرمان منذ فترة طويلة آخر مباراة في ملعبه. استقبل عدد أهداف أكثر من أي موسم آخر داخل أرضه. يعني هناك الكثير من الأرقام التي يعني يجب أن يكون هناك تطوير لها. في البداية بتغيير المدير الفني، بجلب مدرب قادر بأن يسيطر على المجموعة الموجودة. الآن نعلم بأن هناك تغييرات كثيرة قد تحصل لباريس سان جيرمان. نعلم خبرين رسميين برحيل راموس وميسي، وهما لاعبين ساهموا في تحقيق الدوري هذا الموسم بأرقام كثيرة. لذلك منذ مع الموسم القادم بجلب مدير فني قادر على رسم هوية فنية واستراتيجية واضحة للفريق، بعد ذلك يستطيع الفريق الحصول على أو ينافس على أقل تقدير على دوري الأبطال. أنا لم أحبذ اللي شاهدناه على ميسي ونيمار، خصوصا من صخب الجمهور وأن الجمهور ضد هذان اللاعبان. يتعامل ميسي أفضل لاعب فريق كرة القدم يعامل بهذه الطريقة في باريس سان جيرمان، وهو حقق الدوري والأكثر صناعة للأهداف في الدوري الفرنسي، يجب أن يعامل باحترام أكبر. نفس الأمر لنيمار، قبل الاستحواذ لم يكن يعتقد أحد بأن ميسي وأي لاعب من طراز عالمي قادر على الذهاب إلى الدوري الفرنسي. الآن هؤلاء اللاعبين موجودين في الدوري الفرنسي، يضيفون للدوري الفرنسي قيمة أكبر، لذلك يجب أن يعاملوا باحترام. بس عبد العزيز، هذا طبيعي من قبل الجمهور. اليوم لا تعتقد أن الجمهور دائما سيحبك ودائما سيكرهك. مجرد ما يشعر المشجع أو أنصار الفريق بأنه هذا اللاعب سيغادر الفريق، بالتأكيد ماذا تريد من يصفقونه؟ كيف ستسمع إلى عبارات الاستهجان مثلا؟ لا، الاستهجان قبل مغادرة. أنا أتكلم على تاريخ كرة القدم، أتكلم على أفضل لاعب في التاريخ كرة القدم، نتكلم على ميسي اللي صراحة عشنا معه 15 سنة كلها كانت أفراح واستمتعنا بأدائه، مع برشلونة حتى مع باريس سان جيرمان حتى مع منتخب الأرجنتين. أنت تتكلم على جمهور المفروض يحترم قراره، القرار أنه جاء إلى باريس بعقد لمدة 2 سنين أوفى بشرط وبقى موسمين، لكن وفي الأخير عندما انتهى عقده هو حر يعمل اختياره الذهاب أو البقاء. يجب احترام هذا القرار من طرف الجماهير. صفقات الاستهجان قبل أن يعلن بأنه سيغادر لهم الخروج. شوف الخروج من دوري الأبطال، لأنه شوف هما كان طموح كبير عند الجمهور، خصوصا عندما أتى ميسي مع بداية ميسي مع قبل مجيئه بعملية تقديمه إلى باريس سان جيرمان. شوف ردة الفعل كيف باريس تحولت باريس وكيف أصبحت اهتمام كبير من طرف الإعلام من طرف كل المتتبعين، وكذلك تحقيق كأس العالم مع المنتخب الأرجنتين وفشلوا في دوري الأبطال يعتبر بالنسبة خيبة أمل بالنسبة للجمهور الباريسي. هذه هي كرة القدم، في أشياء يمكن صعب أنك تحققها لظروف ولعوامل، لكن على ما قدم يجب كما قلنا واتفق مع عبد العزيز يجب أن يحظى باحترام جمهور باريس كل اللاعبين، ليس فقط نتكلم على ميسي، كل اللاعبين اللي مروا في باريس حتى نيمار صحيح أنه ربما كانت إصاباته كثيرة، لكن تاريخه مع باريس كذلك قدم أشياء جيدة مع فريق باريس. لا ننسى الأشياء الحلوة والأشياء الجيدة اللي قدمها مع باريس، وبالتالي يجب دائما يكون هذا الاحترام متبادل. الجمهور كما قلت أنت تحتاج جمهور
في الوقت الصعب، في الوقت الصعبة مثل هذا الوقت اللي يحتاجه فريق باريس سان جيرمان، ليس في الأوقات الجيدة والأوقات اللي يفوز بها البطولات ويلعب بمستويات جيدة. هناك أخطاء ارتكبت، هناك أشياء ربما يجب تصحح الموسم المقبل. هناك دائما هوس كما قلت هو دوري الأبطال، تغيير كثرة تغيير المدربين ليس من مصلحة الفريق. تبني فريق يجب استقرار على مدرب جيد وتعطيه فرصة. استقرار مهم بالنسبة للإطار اللي بناء فريق قوي متنافس على كل ألقاب، نتكلم على الفرق ليس فقط المحلي ولكن على الأهم كما قلت هو دوري الأبطال. ممتاز.